أصيب مساء السبت 3 أشخاص بجروح بالغة الخطورة خلال مباراة في كرة القدم في ألمانيا في ملعب بلدة أوبستاتن جنوب غرب البلاد بسبب صاعقة ضربت المنطقة. من بين الجرحى حكم المباراة التي دارت بين فريقين من الأطفال الذين لم يصب أحد منهم بأذى. جونتر دينزر عمدة البلدة وهو من رجال الحماية المدنية في الوقت ذاته قال عن هذا الحادث الطارئ الذي صدم سكان البلدة: كان هناك العديد من المتفرجين. المشكلة تكمن في أننا نسكن في الريف حيث الجميع يعرف الجميع، لذا فإن الصدمة عميقة عندما تشاهد شخصا تعرفه ساقطا أرضا ومصابا بجروح خطيرة. لكن في نهاية المطاف نحن جد سعداء لعدم وقوع وفيات. سوء الأحوال الجوية يطال أيضا بولندا التي تشهد من جهتها عواصف مطرية وصواعق أودت بحياة شخصين في جنوب البلاد وأدت إلى إصابة 3 آخرين بجروح. وفي فرنسا تعرض 11 شخصا من بينهم 8 أطفال لإصابات للسبب ذاته.